عليكم ورحمة الله وبركاته. انهينا يا اخوان في الحصة الماضية عن المهن في المملكة العربية السعودية. موضوع اليوم ان شاء الله عن العمل عن بعد. هذا طريقة جديدة للعمل هو عن بعد. العمل عن بعد يعد بأن وسيلة علمية عالمية ومحلية. الهدف منها تقليل نسبة البطالة في أي مجتمع. بشرط أن يكون هذا العامل عنده أو يمتلك لمهارات العمل المطلوبة. هذا هو العمل عن بعد. الهدف منه هو تقليل نسبة البطالة في أي مجتمع. يعني حلو ياكم أرفع أن نشاط العمل عن بعد. نقرأ الفقرة هاي وتقوم بتحليل الفقرة وتستنتج منها ما المفهوم أو المفهوم في العمل عن بعد. فإن الفقرة بتقول النشاط بيقول أعلنت صحيفة أمريكية أن إحدى المؤسسات المحلية في ولاية كاليفورنيا ترغب في التعاقد مع مؤسسة كبرى من خارج الولايات المتحدة في مجال الأعمال المحاسبية. إن عندنا شركة بدها تعاقد مع شركة خارج أمريكا في مجال الأعمال المحاسبية بحيث تتوفر في هذه المؤسسة الخبرات والقدرات التي تؤهلها للقيام بأعمال المحاسبة بكافة مجالاتها الإدارية والمالية، ويتم تحديد القيمة المالية للتعاقد بناء على الخبرات اللي احنا نقدمها المطروحة، مع الأخذ في الاعتبار أن مقر مؤسسة المستقبل لن يكون داخل الولاية الأمريكية. هاي النشاط عنه. الهدف من هذا النشاط هو رفع قدرة الطالب في تحليل الإعلان الوظيفي، والشيء الثاني استنتاج الطالب لمفهوم العمل عن المطلوب منك انك تقرا ان هاي الفقره وتقوم بعمليه تحليلها تستنتج منها المهارات المطلوبه كان بهذا العمل، كان بده مهارات محاسبيه من الاعمال المحاسبيه، وتعرف على مواصفات الشخص الذي يجب ان يكون بهذا العمل، ثم فلسفه العمل المطلوبه في المستقبل. اذا من خلال هذا النشاط تحللنا وجاوب على هاي الاسئله. بدك تلاحظ نقطة مهمة جدا انه مهارات العمل في عالمنا اليوم قد تغيرت. زمان كان العمل يعتمد على المجهود العضلي. الان العمل يعتمد على عدة مهارات، الاتصالات المعلوماتية، الحوار، التفاهم الدولي، التفكير وحل المشكلات. اذا العمل الان تغير المفهوم تبعه. ما عاد مفهوم العمل زي المفهوم الماضي، ولا في الآن معظم العمل عن هذا بالنسبة للنشاط هذا بيشاركوه بتحللوه طلعوا لي بالمهارات شو استفدت من الفقرة هاي وطلع منها الجواب الأسئلة الثلاثة. النشاط الثاني عنا بدي تقوم بزيارة لموقع عمل، زيارة لموقع عمل. النشاط الثاني الهدف من هذا النشاط تدريب الطالب على القيام بزيارات إلى مواقع العمل بالمجتمع المحلي، وتدريب الطالب على ممارسة المقابلات الشخصية بصورة إجرائية. شو النشاط المطلوب هنا؟ بدك تأخذ نموذج بطاقة إلى زيارة موقع العمل، وتروح المجمع عمل الطلبي وكسب حقكم للمجموعات تعمل مقابلة مع المسؤولين بهاي المؤسسة. شو المعلومات المطلوبة؟ أول شيء عندنا معلومات عامة عن نموذج بطاقة زيارة إلى موقع العمل. أول شيء عندنا معلومات عامة، تاريخ الزيارة، اسم الجهة، موقعها، المدير المسؤول، نوع النشاط، جهة خدمات والجهة الإنتاج زي اللي أخذناها الخدمية خدماتية أو إنتاجية، نوع الجهة اللي أنت بتصير حكومية ولا خاصة، بحيث يوزع الطلاب إلى مجموعات، كل مجموعة تكون من 3 طلاب، كل واحد يكون بحوار مع متخصص، مش يعني أكثر من مع المدير، نائب المدير، المحاسب، مسؤول الإنتاج، حسب الشركة اللي أنت بدك تزورها. تعبنا في البيان ما أنواع المهن الأساسية النموذج اللي بتاخذ معك، ما مهام هذه المهنة، المهام والواجبات تبعتها، ثم ما نوع الدراسة والتعليم والتدريب اللازم لتحقق هذه المهنة. تسأله اللي بتقابله طب أنت شو درست حتى وصلت لهذه المهنة، ما المهارات الأساسية المرتبطة بالأداء العلمي لهذه المهنة، شو المهارات اللي تكون مفروض تتوفر معك فيها حتى نقدر نتوظف فيها، ما مزايا المهنة، شو انت بتسعى لها، شو المزايا من المهنة هاي، ما المواد الدراسية الأكثر صلة بمهنتك، شو ممكن أنا أدرس تخصص أدبي، تخصص علمي، فيزياء، أحياء، تخصص في الجامعة، رياضيات، أي المادة المطلوبة.
كيف يمكن الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المهنة مستقبل أن يعدوا أنفسهم؟ كيف ممكن الطلب المستقبل أن كيف ممكن تكون هذه المهنة؟ كيف يمكن أن يعدوا أنفسهم في الموضوع هذا؟ ثم إذا عندك أنت أسئلة أخرى بتحب توجهها للمسؤول أو الشخص اللي بتقابله ممكن تحط أسئلة أخرى، ثم في نهاية المقابلة بتوجه الشكر للمسؤول اللي أنت قابلته، وعلى نموذج حط أسماء المجموعة تبعينك اللي أنا مجموعة كنا قسمناها إلى ثلاث طلاب. هذا بالنسبة لموضوع اليوم التعلم عن بعد والأنشطة اللي إحنا نقوم فيها، وشكرا لاستماعكم.